بسم الله الرحمن الرحيم. أول امتحان من 20 امتحان من بوكلت المعاصر اللي هو اسمه 20 امتحان. لو أنت عايز تحل الامتحان ده بنفسك بشكل تفاعلي، رابط الامتحان في الوصف. بسم الله. أول سؤال بيقول لي mean the process اللي هي العملية in which sugar and oxygen are produced in plants. عايزك تعرف إن كلمة plant معناها نبات ومعناها مصنع. اعرف إن كلمة process يعني عملية طبيعية، فلما جينا نتكلم عن عملية اللي فيها سكر ومعرفش ومحاليل والقصة من دي، فدي عملية طبيعية فقلنا بروسيس، ما قلناش هنا مثلا اوبريشن. المهم العملية اللي فيها السكر والاكسجين بيتم انتاجهم في النبات، العملية دي اسمها عملية البناء الضوئي اللي اسمها فوتوسينثيسيس. ده رقم واحد. نبيل stayed for 3 days in هرجدة، يعني نبيل قعد 3 ايام في الغردقة. So he not sunburned، عشان كده هو حصل له حرق للجلد اسمها get sunburned، وبالتالي خدنا جوت. The gardener اللي هو حارس الحديقة asked the children not to any damage. حارس الحديقة طلب من الأطفال إن هم لا يحدثوا تلفاً. يحدث تلفاً اسمها cause damage أو do damage، وبالتالي هنا cause في الاختيارات فناخدها. Egypt will have a new not to Kuwait next week. مصر هيكون عندها إيه إلى الكويت إن شاء الله الأسبوع المقبل. أنت عارف إن إحنا بنبعت إيه للدول التانية؟ بنبعت سفير، وبالتالي هيكون will have a new ambassador. We would be in a if the weather was very windy. عايزك تركز في الكلمات اللي في الاختيارات دي الاول عشان هم اللي كلهم مهمين. جيل دي لما يكون في رياح، بليزرد لما يكون في مطر، ثلجي يعني رياح وثلج جليد يعني، دروت اللي هو الجفاف يعني مفيش ميه، بريز اللي هو النسيم اللي انت بتروح تشمه على الشاطئ. هو بيقول لك very windy يبقى ده جيل وانت مغمض عينك. It was sunny during midday. الدنيا كانت مشمسه فتره الظهيره. الانتونيم بتاع midday mid دي يعني منتصف النهار، عكسها منتصف الليل يبقى midnight. When someone is in charge of something، لما يكون شخص مسؤول عن شيء، ده معناها حاجة من ثلاثة زي ما انت فاهم. In charge of، in control of، responsible for، يبقى انا هنا عايز responsible for. You should write your essay your own words، حاول تكتب المقال بكلماتك الخاصة. المصطلح اللي انت حافظه اللي هو اسمه in your own words، بكلماتك الخاصة. My father gave me and my sister 50 pounds. أبي أعطاني أنا وأختي كل واحد يعني 50 جنيه. Not was given 25. يعني كل واحد فينا خد 25 جنيه، لأن إحنا الاثنين خدنا 50 جنيه فكل واحد خد 25، يبقى each was given. وعايزك تفهم هنا حاجة، أنت هنا هتستبعد قول تماما لأنه بيتكلم عليا أنا وأختي. فإحنا اثنين فما ينفعش ناخد قول مع الاثنين. وهنستبعد every لأن every لازم يكون بعدها اسم، أقول لك every student every child وهكذا. الحاجة التانية هنستبعد بوث لأن بوث لازم بعدها وير، بوث لازم بعدها جمع، إذا الإجابة أصبحت each. They not deliver their research yesterday. It was the deadline. امبارح كان الديدلاين بتاع البحث، يعني آخر ميعاد نقدم فيه، والكلام ده كله بيحصل على إمتى؟ بيتكلم على إمتى؟ على امبارح. فأنت تنزل تستبعد must، تستبعد don't have to. وأنت بتقول إحنا كان لازم نسلم امبارح فالمعنى مثبت في had to. That player was A. He scored 3 goals. اللاعب ده كان إيه؟ أحرز 3 أهداف. So skillful that D. So صفة that. طيب هنا such skillful that ما تنفعش احنا نستبعد. طبعا احنا الإجابة هنا so، بس احنا هنستبعد such لأن such عايز A وان وصفة واسم. To صفة to، وما ينفعش تقول إن هو كان ماهر جدا لدرجة إن هو ما أحرزش. طيب رقم D برضه هنستبعدها skillful enough that، يعني كان ماهر بالقدر الكافي الذي يمكنه من احراز الاهداف. لاحظ ان الترجمه ممكن تخدعك، ترجمتها كده حلوه والجمله من حيث الترجمه صح، ولكن انت عارف ان اناف عايزه بعدها تو مش ذات، وبالتالي سو سكيلفول ذات الاجابه الصح. هير نو فلات شقتها الجديده نقط از اون ذا فيفث فلور اللي تكون في الدور الخامس از فيري بيج. عايزك تفهم ان لما يديني مكان او زمان وبعدين بعد النقط فيرب تو بي فتاخد ويتش وانت مغمض عينك لان دي جمله وصف. سامية if I would go with her to the park. سامية ايه؟ لو انا ممكن اروح معاها الحديقة. طبعا هنا سامية تساءلت، انت عارف ان كلمة warn يعني يحذر، told يعني اخبر، promise يعني يعد، wonder يتساءل، يبقى بالتالي سامية wondered if يعني تساءلت لو انني. وعايز تفهم هنا في الجملة دي بالرغم ان معناها تساءلت فهي فيها ريحة السؤال كده، الى ان اخرها نقطة برضو. when the teacher entered the class لما المدرس دخل الفصل the students to greet him. الطلاب ايه عشان يحيوه؟ هنا ممكن استخدم كلمة rise اللي هي r i s e اللي معناها ينهض. لكن تعالى نشوف بقى لما مدرس دخل الفصل الطلاب وقفوا، وقفوا ده ماضي بسيط يبقى stood up اللي هي number c. The thief admitted a. admit بعدها الفعل يكون مضاف اي ان جي او to ing. رقم واحد.
طيب هنا تو ستيل طبعا تو المصدر لا نوت تو ستيل ونوت تو المصدر لا انت عايز اي ان جي فبالتالي ستيلينج. حمزه بيقول هاو لونج هاف يو ليفد ان اسيوط فرد عليه ادهم وقال له اي هاف ستيد هير ا لونج تايم. انت عارف ان انت بتقول فور ا لونج تايم فور ايجز فور 7 دايز فور ا مانث فور ا يير فور ا ويك وفور از لونج از اي كان ريمبر فخليك فاكر انك لازم تحفظ مين مع فور ومين مع سنس. بعد كده بقى القطعه نقراها بالراحه كده ونحل. تعالوا نقرا بقى القطعه كده مع بعض سريعا عشان هما قطعتين فهنقراهم بسرعه علشان الفيديو ما يكونش طويل. اول واحده بيقول ويليام شكسبير was born in the market town of Stamford upon Avon. المهم ويليام شكسبير ده اتولد في مدينه اسمها ستانفورد. It is said that he attended the local grammar school. بيقال ان هو حضر مدرسه بتدرس القواعد النحو يعني. Where the principal subject taught was Latin. كان بيدرس لغه اساسيه اللي هي اللغه اللاتينيه. Nothing certain is known of what he did between the time he left school and his departure for London. ما حدش عارف هو كان بيعمل ايه بالظبط في الفترة اللي هو كان ساب المدرسة فيها لحد ما راح لندن. Whatever caused him to leave. أيا كان اللي خلاه يسيب بلده ويروح لندن. The world lived can be grateful that he did so. العالم بيشكره إن هو عمل كده. ليه بقى؟ بيقول لك What is certain is that he set his foot on the road to fame. بيقال العالم بيقول إن هو وضع أقدامه على طريق المجد والشهرة لما وصل لندن. بيقال إن أول مرة he was without money. أول ما كان هناك كان من غير فلوس خالص ولا كان عنده أصدقاء. But after that بس بعد كده he earned a little by taking care of horses. لكن هو بعد كده بدأ يكسب فلوس عن طريق إنه بيهتم بالخيول بتاعة واحد من الناس النبلاء أو الناس النبلاء عموما اللي كانوا بيحضروا مسرحيات في المسرح. يعني دخول المسرح كان علشان يهتم بخيول الناس اللي كانوا بيحضروا هناك. في الوقت ده as he became a familiar figure أصبح من الناس المعروفين بالنسبة للممثلين في المسرح. واحد كل يوم قاعد قدام المسرح بينظف الخيول وبيهتم بالخيول والممثلين داخلين طالعين فعرفوا. They stopped and spoke to him. بدأوا يقفوا يكلموه رايحين جايين. وبعدين لما الممثلين دول بدأوا يكلموه وجدوا إن الكونفرزيشن سو بريليانت إن هو بيتكلم بشكل ذكي جدا ومبهر. That he finally was invited to join their company. عشان كده الناس اللي في المسرح طلبوا من شكسبير إن هو يلتحق معاهم بالفريق اللي هم شغالين فيه. وبقى بحلول عام 1592 أصبح واحد من الثري ليدنج ممبرز الثلاث أشخاص القيادية في الشركة دي. Of actors called the Lord Chamberlains. المكان ده أو الشركة دي اسمها Lord Chamberlains. This company was under the protection of the Queen's Court. الشركة دي كانت تحت حماية الملكة نفسها. From what we know of his later life. من اللي احنا نعرفه من حياته مؤخرا يعني it is clear that Shakespeare's connection with the theater made him wealthy man. إن ارتباطه بالمسرح جعله شخص غني لأن المسرحيات كانت بتجيب له فلوس. Since his plays attracted large audiences and shared in the profits. لأن مسرحياته كانت بتجذب انتباه ناس كتير جدا وكان ناس كتير بيحضروا المسرحيات بتاعة شكسبير. Towards the beginning of the 17th century. على مداخل القرن ال 17 not less than مش أقل من 11 من مسرحياته كان تم إنتاجها. مش ليس أقل من 11 يعني معنى كده 11 أو أكتر. These included the great tragedies. يعني كان من بينهم اكتر الاعمال التراجيديه اللي اتعرفت على العالم كله زي اوثيلو ومكبث وكينج لير. وهيز لاست ورك ووز ذا تيمبست اللي هي العاصفه. اول سؤال بيقول لك ذا مين ايديا اوف ذا باسج الفكره الاساسيه اللي بيحكي لنا عنها في القطعه ديت ذات شكسبير هاد ديفيكولت ايرلي لايف بات ليتر اتشيفد جريتر سكسس ان هو كان عايش حياه صعبه في الاول لكن بعد كده حقق النجاح وده فعلا اللي حصل. في البدايه كان ساب المدرسه وسافر وساب بلده واصبح مغرب ما كانش معاه فلوس كان بيمسح للخيول وكده يعني. طريق الاجابه اكيد شكسبير was born into ان هو اتولد في عيله غنيه ما حصلش ان هو اعجب بالمسرح في حياته الاولى. دي من الحاجات الموجوده في القصه ولكن دي باراجراف واحد من بين القصه كلها. يبقى الاجابه رقم ايه فعلا؟ السؤال الثاني The last paragraph means that Shakespeare الباراجراف الثاني اخر باراجراف في القطعه اللي هو بيحكي فيه عن Toward the beginning of the 17th century not less than كده. الباراجراف ده معناه إن he produced more than 11 plays إن هو أنتج أكثر من 11 مسرحية أو فعل. هو قال لك هنا في القطعة إيه؟ بيقول لك not less than مش أقل من 11 ده معناه إن هو أنتج أكثر من ولا produced only ولا أنتج أوثيلو وماكبث وكينج لير. لا ما هو دول ذكرهم وذكر معاهم ذا تيمبست يعني كده دي غلط. كتب أقل من 11 لا ما كتبش أقل منه وقال لك ليس أقل من يعني أكثر. كتب القصة اللي اسمها تيمبست فقط لا كتب تيمبست وأوثيلو يبقى الإجابة فعلا رقم إيه؟ السؤال اللي بعد كده according to the passage we can understand that the word brilliant means من قطعه ممكن نفهم ان كلمه brilliant وقال لك انا كان بتكلم معاهم بشكل brilliant. brilliant يعني عظيم او رائع او كده
تعال نشوف بورينج ممل وندرفول عظيم انوينج مزعج واليومينيتد معناها مضاء اكيد طبعا الاجابه بي بريليانت يعني وندرفول وفانتاستيك وفاسينيتنج وماجنيفيسنت وهكذا. السؤال اللي بعد كده ذا باسج جيفز اس ا جود ليسن ذات ات از بيتر تو. القطعه دي بتفهمك وبتديك درس ان من المفروض تعمل ايه؟ لوك افتر هورسز انك تهتم بالخيول لا طبعا. توك تو اكترز انك تكلم الممثلين ولا انديور هارد شيبس اور اوبستكلز انك انك تواجه الصعوبات والازمات اكيد طبعا رقم سي انك لازم تواجه الازمات زي ما هو كان فقير وواجه الازمات فاصبح من المشاهير العالم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك why do you think the actors at the theater invited ليه الممثلين دعوا شكسبير عشان يدخل معاهم الشركه بتاعتهم ويمثل معاهم. His plays were wonderful مسرحياته كانت عظيمه هو ما كانش لسه كتب. He spoke magnificently لانه كان بيتكلم بشكل عظيم ورائع فعلا دي زي ما هو قال لنا في القطعه brilliant. السؤال اللي بعد كده according to the passage the reason that made Shakespeare left his town was السبب اللي خلى شكسبير يغادر مدينته السبب ده كان ايه؟ هو قال لنا في القطعه انه غير معروف حتى هو قال لك هنا whatever caused him ايا كان السبب هو قال لك في الحته اللي قبلها nothing certain is known of what he did between the age كذا المهم في لندن whatever caused him to leave ايا ما كان السبب اللي خلاه يغادر عشان كده الاجابه هنا تبقى unknown يعني غير معروف. بعد كده why did Shakespeare look after هو ليه شكسبير كان بيهتم بخيول الناس دول هو في القطعه قال لك ان هو ما كانش معاه فلوس ولا كان عنده اصدقاء فبدأ يبحث عن شغل يعني فاشتغل في المهم ان كان بيهتم بالخيول to earn money لكي يجني مالا. السؤال اللي بعد كده رقم 24 بيقول لك according to the passage وفقا للقطعه شكسبيرز بلايز وير مسرحيات شكسبير كانت مور اتراكتيف تو اودينس طب فين دي؟ اوريها لك. هقول لك since his play attracted large audiences and he shared in the profits يعني معنى كده ان هو ان المسرحيات بتاعته attracted more people او more audience اللي هو اكثر من الجمهور يعني عدد اكبر من الجمهور. قطعه ثانيه زي ما انت فاهم ان امتحان اخر سنه هيكون في قطعتين تعال نقرا قطعه سريعا كده بيقول لك man's life has been subject to a lot of changes during the last 100 years ان حياه الانسان كانت معرضه لكثير من التغيرات في ال 100 سنه الاخيره. particularly in what is connected with his consuming habits فيما يتعلق بعادات الاستهلاك بتاعت الانسان. 6 years ago من 60 سنه before the start of the consumer societies of today's world قبل ما تبدا المجتمعات تكون مجتمعات مستهلكه زي ما بيحصل من دول people didn't throw away so many of the things they use الناس كانوا زمان ناس حلوين وما كانوش بيرموا الحاجات اللي بيستخدموها. they used and reused bottles كانوا بيستخدموا زجاجه الماء وبعد ما تخلص يعيدوا استخدامها تاني. وبيعيد استخدام الجارز اللي هي البرطمانات يعني والكاربورد بوكسز بيبر باكس اي تي سي ماتش مور كيرفولي ذان وي دو توداي الناس كانوا اكثر حرصا مما نحن عليه الان ناو مور ذان 50 ييرز ليتر اليومين دول بقى اكثر من 50 سنه وي ار ريتيرنينج تو ذا سيم جود ايديا ويتش وي كان كول ريسايكلينج احنا اليومين دول بقينا مهملين بس بدانا نعود لعاده كنا بنعملها من 50 سنه ماضيه وبدانا نعيد استخدام الاشياء. We can again think about what we throw out. احنا لازم نفكر في الحاجات اللي بنرميها دي تفكير اكثر ايجابي. Why do we throw away so much food packing؟ هو احنا ليه بنرمي الاشياء بتاعت الطعام؟ So many plastic supermarket bags. ليه بنرمي الكياس بتاعت السوبر ماركت؟ Old newspaper والجرايد القديمة والكتب القديمة وزجاجات الماء القديمة والعلب. What is all this rubbish doing to our environment؟ الآثار اللي بتعملها الزبالة دي على مجتمعنا أو على بيئتنا. To the world we live in وعلى العالم الذي نعيش فيه can't we use some of it again واحنا مش ممكن نستخدمها تاني the answer is yes we can الاجابه طبعا ينفع نستخدمها. بيقول لك ان اليومين دول industries الصناعات الجديده recycling industries والصناعات لاعاده الاستخدام واعاده التدوير بدات في اعاده استخدام بعض الزباله تاني. على سبيل المثال the island of Taiwan جزيره تايوان اليومين دول بتشتري الورق الزباله ورق المستعمل يعني من الولايات المتحده الامريكيه وتعيد استخدامه مرة تانية بتعمل منه جرايد وبتستخدمه في المكاتب والمنازل. اليابان كمان بدأت تجمع السكراب ميتال اللي هي الخردة بتاعت الألومنيوم والحاجات دي فروم ذا يو اس اي من الولايات المتحدة الأمريكية وبتستخدمهم مرة تانية في صناعة أجزاء جديدة. Most European and American cities now have recycling centers. معظم الدول في أوروبا وأمريكا عندهم مراكز إعادة تصنيع for people's old bottles لإعادة تصنيع زجاجات المياه القديمة والجرايد. All this recycling is not only good for the environment. التصنيع ده مش بس جيد للبيئة، ركز في السياقات اللي زي كده. هقول لك إن هو مش بس جيد للبيئة، إن هو جيد للبيئة وحاجات تانية.
but it is good business. لكن ده كمان business كمان جيد. For instance, على سبيل المثال, a recycled aluminium container is 20% cheaper to make than a new one. إنك تجيب مثلاً علبة من الألومنيا وتعيد تصنيعها فأنت بتكسب فيها 20% وبتكون أرخص 20% من ثمن الجديدة. For both the environment and the economy, recycling makes very good sense. بالنسبة للبيئة والاقتصاد, لا الريسايكلينج ده حاجة كده حلوة يعني هو اقتصادي وحافظ على البيئة. طيب the best title ده أفضل عنوان ممكن تحطه للقطعة ديت إيه؟ The pros and cons of recycling, عيوب ومميزات إعادة التصنيع. هو حكى لي عن مميزات, مفيش حاجة اسمها عيوب إعادة التصنيع. An old habit people need nowadays, عادة قديمة الناس في حاجة ليها اليومين دول, اللي هي إعادة التصنيع, حتى قال لك إحنا هنرجع 50 سنة. السؤال الثاني, The second paragraph represents, البراجراف الثاني بيمثل إيه؟ البراجراف الثاني اللي هو من أدي باراجراف لحد هنا كده, البراجراف الثاني يبقى We can again think about, إحنا ممكن نرجع نفكر ثاني في كذا, يعني بيديني إيه هنا؟ فكرة لإعادة التصنيع, أيوه, ولا ده سوبر ماركت باكس, شنط المحلات, ولا بيئتنا, ولا فود باكينج, تعبئة الطعام. بيحكي لك عن فكرة إن إحنا ممكن نعيد استخدام الأشياء مرة ثانية, يبقى the idea of recycling تاني. السؤال رقم 27, كلمة what a change does the writer refer to, إيه التغيير اللي حصل؟ بقول لك إن زمان كان الناس بيعملوا إعادة تصنيع, اليومين دول الناس بطلوا بس رجعوا تاني. فإيه التغيير اللي بيحكي عنه؟ people throw away many things all the time, ولا people become wasteful than before, الناس أصبحوا أكثر إهمالا عما كان عليه من قبل. People began to recycle, التغيير هو ده, إن الناس بدأوا يعيدوا استخدام الأشياء زي ما كان زمان. تاني كده, زمان كان الناس بيعيدوا التصنيع وبعدين بطلوا وبعدين رجعوا تاني, فتغيروا من مرحلة الإهمال لمرحلة الاهتمام تاني. The main idea of the last paragraph, آخر paragraph اللي هو ده, اللي هو all this recycling is not only good for the environment, إن كل التصنيع ده مش بس مفيد للبيئة, ده هو كمان اقتصادي. المهم الفكرة بقى اللي في البرجراف الأخير, the benefits of recycling for people only, ما فوائدها للناس فقط, هو في أولها قال لك for the environment يعني البيئة. The benefits of recycling are for the environment only, طبعا ده برضو غلط. ليه؟ هو لك في القطعة إن هي مش بس مفيدة للبيئة, يعني مفيدة للبيئة وكمان في الآخر قال لك الاقتصاد. Recycling has benefits for neither, يعني neither دي يعني ملهاش أي لازمة, مش مفيدة بالنسبة لده ولا لده, يبقى ده غلط. Recycling has benefits for both people and environment. خد بالك ان جملة زي دي ممكن تخليك في امتحان تشد شعرك. ركز في الجملة, قال لك ان ده ان recycling مش بس مفيد للبيئة, ده معناه ان هو مفيد للبيئة. زي ما قلت لك مش بس احمد اللي حضر الحفلة, ده معناه ان احمد حضر الحفلة وناس كتير معاه. طيب رقم 29, without recycling, بدون اعادة تصنيع, الناس will suffer from more environmental problems, او فعلا هيعانوا من مشاكل بيئية. هيحلوا يعني من, تعال نشوف كده, من غير التصنيع اعاده التصنيع الناس هيحلوا مشاكل البيئه, ولا هيقللوا من مشاكل من الانتاج الصناعي, ولا هيزودوا العادات الجيده؟ طبعا بدون اعاده التصنيع الناس هيواجهوا مشاكل في البيئه, الزباله هتعمل مشاكل. طيب بعد كده رقم 30, what is the writer's evaluation about consuming habits, تقييم الراجل ده لاعاده التصنيع, هو بيحب ان هو يقللهم, غلط, بيحب, هو بيكره ان هو he hates to decrease, هو بيكره ان احنا, لا ده الاولانيه هو بيحب ان هو يقلل عادات الاستهلاك, فعلا. طب الثانيه هو بيكره ان هو يقلل عادات الاستهلاك, ولا he likes to throw away what we don't need, هو حابب ان احنا نرمي اللي احنا مش محتاجينه, ولا he hates collecting garbage, بيكره جمع الزباله. طبعا سي ودي دول مستبعدين تماما وواضحين. التقييم الكاتب للعادات الاستهلاك بيقول لك هو حابب ان احنا نقلل العادات دي ونعيد استخدام الاشياء مره ثانيه. طيب بعد كده رقم 31, our grandparents, اجدادنا كانوا ايه اكتر مننا, اقل حرصا, ولا اكثر اهمالا, ولا اكثر اقتصاديه, ولا اقل حكمه, كانوا مور ايكونوميكال, كانوا اكثر اقتصاديا, اكثر توفيرا. recycling our rubbish, اعاده تصنيع الزبالة, ده معناها throwing it away, انك ترميها, ولا keeping it, انك تحتفظ بيها, ولا in circling it, انك تعيد تدويرها, ولا in circling it, circle دي دايرة, لكن in circle يعني يعيد تحويط, يعني حاجة عليها دايرة انك تعمل عليها دايرة كمان تاني, باقي معناها using it again, انك تعيد استخدامها. طبعا من الاخر كده دي واضحة من غير ما نقرا الاختيار اصلا, recycle يعني reuse, يبقى using it again. جينا بقى لسؤال الترجمة. سؤال الترجمة أنا عايزك تحله بدماغ بكيف, يعني إيه بكيف؟ إنك تقرأ الجملة الإنجليزي وتحاول تترجمها وبعدين تبص على الاختيارات الأربعة الأول ما تتسرعش. أنا شخصيًا عملت كده. Egypt is in need of wise people, مصر في حاجة للناس الحكماء, capable of modernizing, القادرين على تحديث educational system, النظام التعليمي, and achieving justice, وتحقيق العدالة بين الطلاب.
الإجابة الأولانية إن مصر في حي الحكماء القادرين على تحديث النظام التعليمي وتحقيق العدالة بين الطلاب بصح. طب الثانية غلط ليه؟ إن مصر في أشد الحاجة للحكماء القادرين على تطوير، وما قالكش تطوير، وقال في الجملة قالك مودرنايزنج، لا تحديث. مصر في حاجة للحكماء القادرين على التغيير، ما قالش تغيير برضه، ما قالكش تشينج. طب الأخيرة برضه غلط عشان تعديل، تعديل يعني موديفاينج، وهو قالك في الجملة مودرنايزنج يعني تحديث، يبقى الإجابة كده رقم إيه؟ الثانية سبورتس رينفورس امبورتنت فاليوز، الرياضة تدعم أو تعزز قيما ضرورية في المجتمع، مثل honest competition المنافسة الشريفة، team work والعمل الجماعي. There is no I in a team، ليس هناك أنا في الفريق. It's a good sports saying، يعني مقولة رياضية جيدة تقول بأنه ليس هناك أنا في الفريق. أول واحد تساند الرياضة قيم مهمة في المجتمع مثل المناقشة، من أولها كده باظت، بص اتلكك وانت بتحل سؤال الترجمة دخل حاول تتلكك للراجل. المناقشة دي ملهاش علاقة بالكومبيتيشن، كومبيتيشن يعني منافسة، يبقى دي باظت. أشياء ثمينة، ثمينة دي حضرتك كانت تخينة، وفي القطع قال لك هنا values important values يعني قيم ثمينة بالثاء كانت تنفع، لكن ثمينة دي معناها تخينة، فما دي باظت. ترسخ رياضة القيم المهمة في المجتمع مثل المنافسة الآمنة، ما قالكش آمنة، بقول لك المنافسة الأمينة مش الآمنة، دي معناها أمينة لكن دي آمنة. يبقى الإجابة كده رقم د، تدعم الرياضة قيم مهمة في المجتمع مثل المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، فهناك مقولة رياضة تقول كذا. بعد كده رقم 35 بيقول لك يجب علينا ان ننشئ اطفال على الثقه بالنفس والوطنيه واحترام الاخرين، وكل هذا سوف ينعكس على شخصياتهم كمواطنين صالحين مفيدين لاوطانهم في المستقبل. الاجابه الصحيحه هنا رقم سي. طيب الباقيين غلط ليه؟ تعال نقرا الاول بس. We should bring up our children on self confidence اللي هي الثقه بالنفس، patriotism اللي هي الوطنيه، and respecting other people. All this will be reflected on their personalities as good citizens. اول واحده غلط ليه بقى؟ أول واحدة غلط عشان بيقول لك هنا we should bring up our children up on self tolerance. Self tolerance هو التسامح، وهنا قال لك الثقة بالنفس، كان المفروض تبقى self confidence. طب الثانية قال لك هنا self confidence تمام، optimism اللي هو التفاؤل، هو ما قالكش تفاؤل هنا، قال لك والوطنية patriotism. رقم C قلنا اللي صح. طب رقم D غلط ليه؟ قال لك هنا self confidence patriotism and suspecting. Suspecting يعني شك، وهو قال لك هنا احترام الآخرين مش الشك في الآخرين، يبقى رقم C اللي صح. طيب بعد كده رقم 36 المعلم القدوة يمثل مصدر إلهام لطلابه، فهو يغرس القيم والإيجابية، الاثنين يعني القيم والإيجابية بشكل غير مباشر، لذا من الضروري الاعتناء به ماديا وعلميا. بداية قبل ما أحل الجملة عايز ألفت انتباهك لفكرتين. أولا كلمة يغرس دي يعني إمبلانت أو إنستال، ده رقم واحد. رقم اثنين لاحظ إنه قال لك القيم والإيجابية، ما قالكش القيم الإيجابية، لأن في الترجمة ممكن يقول لك بوزيتيف فاليوز تبقى غلط، لكن القيم اللي هي values والإيجابية اللي هي positiveness. طيب الإجابة الصحيحة هنا رقم B اللي هي ضروري المودل teacher is. خد بالك احنا قلنا هنا is لأنه قال لك المعلم القدوة يمثل، وده مضارع فلازم is، وبالتالي الأولى باظت لأن هو قال لك هنا was فباظت كده. الحاجة الثانية كمان في رقم A إن هو قال لك إن هي planted، planted يعني زرع، يعني المفروض تبقى implantis. بعد كده رقم C كمان غلط عشان هنا بيقول لك implantis the values and positively بإيجابية، المفروض تبقى positiveness. وبعدين كلمة direct هو قال لك بشكل غير مباشر، المفروض تبقى indirectly. رقم دي من أولها كده بايظة لأنه قال لك the rule، rule دي يعني يحكم، وإحنا عايزين rule اللي هي رقم اللي زي رقم C كده اللي هي بالـ O، يبقى الإجابة هنا رقم B. بعد كده 37 الرايتنج بقى الجميل اللطيف الحلو اللطيف الظريف. If you close your email with your sincerely، من غير ما تقرأ وتفكر، كلمة your sincerely دي بنستخدمها في الإيميل الفورمال، يعني كأنك باعت ايميل لمديرك، فانت ممكن تكتب بدل، فلما تكتب في اخر الايميل يور سينسرلي ده معناه انك انت بدات الايميل ده بكلمه دير مستر، دير مس، دير مانجر، دير بوس، لكن دير مام دي ودي انفورمال، دير جايز يا شباب، دير رانيا، ده كلهم كده الثلاثه دول في الانفورمال، ده معناها انك بدات الايميل دي بهاي ودير ودير براذر ودير فادر ودير سيستر، ده كله كده انفورمال، ده معناه ان في اخر الايميل هتكتب goodbye, see you later. To give opinion, to give options, which linking word should you use? ايه الكلمة اللي ممكن تستخدمها في النقط دي؟ I like watching TV, listening to music in my spare time. عشان تدينا options خيارات، فانت بتقول انا بحب اسمع التلفزيون واسمع الموسيقى، يبقى الاثنين ينفعوا، يبقى and. Which of the following sentences has correct punctuation؟ ايه الجملة من دول اللي معمولها ترقيم صحيح؟ اول واحدة This is what I ate for breakfast. وبعدين semicolon an egg and لا ده معنا ما ينفعش. احنا عارفين لما نيجي نورد قوائم بنستخدم colon اللي هي رقم B.
انتبه دي كويس. لما تيجي تقول لي انا اكلت الاشياء الاتيه مثلا، فتحط لي نقطتين اتنين وتقول لي الحاجات انت اكلتها. اشتريت الاشياء الاتيه، نقطتين وتفسر لي. اذا الاجابه هنا رقم بي اللي صح. What is the first sentence؟ اول جمله في الباراجراف اسمها topic sentence اللي هي رقم بي. امال ايه الانترودكشن سنتنس؟ وايه السبورتنج سنتنس؟ وايه الكلوزنج سنتنس؟ بدايه مفيش حاجه اسمها انترودكشن سنتنس، اسمها انترودكشن باراجراف. ولو انت هتسمي حاجه انترودكشن سنتنس فانت قصدك على السيسز. الكلوزنج سنتنس دي اللي هي الكونكلوجن سنتنس اللي بتكون في كل باراجراف. السبورتنج سنتنسز دول بيكونوا بعد التوبك سنتنس. يبقى احنا كده قلنا الاجابه رقم بي. هو كده اخر حاجه. كده خلصنا الامتحان. كده 40 من 40 الحمد لله رب العالمين، و40 سؤال. نبدا بعد كده يا شباب ندخل على الامتحان الثاني. انا بحاول امشي بسرعه جدا عشان الامتحان ما يوصلش 30 دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.